مشهدي. يخرب بيتك خلاص جايلي. اسمعي هذه شراره لو شافك كذا. جيتار. تضحك شكلي؟ لابس انا لابس يا محمود انا لابس ما بقدر ما فيش حد سوري وحشتيني قوي يا حياتي. انت عارفه ان احنا اخر مره كنا مع بعض الصيف اللي قبل اللي فات؟ انت عارفه ان احنا النهارده كملنا اكتر من 130 سنه مع بعض؟ مع ان انا حسيتهم 120 بس. عارفه ده معناه ايه؟ ولا حاجه. انا النهارده قررت اخد قرار مصيري. قررت اطلبك من امك. انا عارف ان هي نكديه وهتنكد علينا احنا الاثنين بس هطلبك من امك وخلص. بصي لي هنا. احنا قاعدين كتير قوي ماشيين مع بعض لغايه ما سيرتنا بقت على كل لسان تقريبا البلاعات كلها بقت كل سلاح بيتكلم علينا في البلاعات طنط انا قررت اطلب ايد بنتك تشتميني انا ما حلتش حاجه بس انا صلحي في صوتي حلو بعرف اغني لا اعتمد على نفسي مفيش أي أمل يعني؟ أنا أوريكي. هانا الوقت بتاع المزيكا وبغني كلام بلوتيكا ماسك جيتاري الأنتيكا وبغني ليا وليكا حبيت أنا وأنا عارف إن الأمل ضعيف العيشة صعبة والحالة كار واللي في الجيب خفيف ولا شقة ولا عربية ولا مهر ولا ماهية كل اللي شفته في الحياة أقدر أغنيه في أغنية دخلت انا من الباب لقيت بدري من الشباك قلت لها طنط اسمعيني انا جاي اكمل نص ديني قالت لي يا بتاع المزيكا روح لامك وابيكا غلطان انا من البدايه وما حلتيش غير غنايا ولا مهر ولا عربية ولا شقة ولا مهية كل اللي شفته في الحياة أقدر أغني بأغنية جوا أحلى ما يوقع محمد حطه مع مهلك عم تطعمون خس بس ما ايه وكبر له كبر له العلبة خليك برا اوكي فلتوم بالاكاديمية معكم نوتي على طول معك بلكي من طنوة انا جمعة الجنة مني مين؟ لا هما؟ ولا انا؟ لا هما معلش بعدين اوكي
الكوميدي بالنسبة لي في حالتين بينخلقوا، يا أما حالة من الضحك يلي مشهد بيخليك تضحك من قلبك، وفي مشهد بيبعث فيك حالة من الراحة النفسية بتكون أنت عم تبتسم ما عم تضحك، بيكون مشهد هني إلى حد ما بيخليك تكون مبسوط من دون ما تلاقي ريزن معين للبسط. أنا بحط هيدا المشهد ضمن هيدا الكادر، إنه أنا كنت حاسس حالي مبسوط، فوتني ما في كتير أفور، ما في كتير فزلكة، في إليمان مهضومين مستعملون، أنا لقيتها فكرة كتير ذكية على كتير بسيطة، ما بعرف كيف أوصفها. وكمان محمود تالت شخص بصيب موضوع الإيفال اليوم بأنه يقدر يقدم مشهد وأنه يغني صح، وبتصور أنه كان الأذكى بيناتهم باختيار الأغنية، لأنه نقى أغنية أصلاً موضوعها فيه شيء من الكوميدي، فبتصور محمود صاب. أنا اليوم محمود عجبني كتير مش شوي، لأنه محمود أول شيء نقى الغنية فيها روك فيها موفمون، أنا فاجأني لأنه دايماً ستيله غير شيء، وبعدين صوته كتير متقدم عم بيرن أكتر وعم بينتبه على كل موفمون بقلب التم كيف عم بيشتغل تمه. برافو عليه، بهني. أول شيء فكرة إنه جاب هول الزلحفتين البنت وإمها شيء مهضوم كتير، وكلمة طانت هي اللي بتضحك، إنه بس حتى هيك طانت إنه كتير كوميك المشروع يعني، فهذين كتير مهضوم. بس قال له إنه نحن قلنا سوا 130 سنة، أنا حاسسه 120، تعرفي شو يعني؟ ولا حاجة، يعني شيء مهضوم. محمود بعده بيخجل، لو منه بيخجل لو قال هالجملتين مثل ما لازم قدامنا كان أهضم بكتير. أنا الغنية بحبها بتضحكني كتير، هي تبع المزيكا نقيها، عمل يعني هو واضح إنه على الغنية عمل المشهد تبعه. أنا بالبرايم محمود، هنيت إليسار اللي قاعدة حدي، واليوم أنا بشوف محمود عنده تطور كبير. هيدا اللي بدنا إياه، هيدا اللي بدنا إياه، هيدا افتكر هدفنا كلنا بهالأكاديمية. هيدا الصبي فهم منيح، جاب الغنية اللازمة، عمل كلمتين مهضومين بالأول، خلص حاله، عمل اللي طلبناه منه بشكل رائع. محمود بتطور كتير حلو، طول شوي بس بتطور كتير حلو. أوكي. محمود كتير بلش عندي يشتغل بالصف، واليوم نتيجة هالجرأة يلي كنت عم بتدفعه عليها كل الوقت، وانبسطت بجهد عمله يلي هو بالنسبة لمحمود بأكد لكم جهد كتير كبير، انه يفكر يحط كوسان كأنه هو زلحفة على ظهره يلبس أخضر، انه يفكر يحكي كلمتين، فكرة انه هو زلحفة جاي تطلب صديقتها لحبيبتها الزلحفة، وبكل جديته هون الجدية كانت الهدف تبعها. ضحكتني يعني، ضحكني بجديته. هلأ شغلتين ملاحظتين كرمال يتحسن بدي أقولهم، هو إنه كان مفروض الطريقة اللي بيحكي مع الزلحفة حبيبته يكون فيها غرام وعشق أكتر، والطريقة اللي بيحكي مع طانت تكون يعني سيريو أكتر، يكون هيك جدي أكتر، يعني كان بيتجزأ الديسكور تبعه أو طريقة كلامه بتتجزأ لطريقتين مختلفين، بس هيدا بينشغل عليه بالصف أكيد. والشغلة اللي قهرتني ملاحظة كتير بعطيها بالصف، ومحمود الوحيد يلي ما طبقها اليوم، هو إنه كسر الشخصية اللي عم يلعبها. خلص الإيفال أوكي شكرا مرسي ضبضب غراضه. كنت بتمنى من بعد الغنية شو يا طانت، غيرتي رأيك أو ما غيرتي؟ يعني يضل فايت بالمشهد وياخد حبيبته ويقول له طانت هلأ منكفي حديثنا برا، أو من يعني كنت حابة ما يقطع المشهد. ولكن بالنسبة لمحمود من أول إيفال لليوم، اليوم بلشت تحس إنه
صار عنده نوع من تفكير، من تحضير للإيفال، من جهد. وأول مرة بشوفه عم بيضحك هو وعم بغني، يعني هيدا هالبرايم المرق. واليوم فعلا هو عم بيبتسم وأنا عم ببتسم. هيدا المشهد تحديدا هو يلي بحطه تحت ليبل السهل الممتنع. الفكرة it's so simple لدرجة بتصير أنا بحط بسأل براسي إنه كيف جابها فظيع. وهالتكاية الصغيرة البسيطة على ظهره هيدا بيته. والجملة اللي عم بيغنيها إنه لا شقة ولا ما هي، إنه ما أنت بيتك على ظهرك، يعني كتير حلوة الأمبيفالانس المحطوطة، كانت كتير حلوة زكي. وطبعا 130 و120 سنة. وبالنسبة لي لهالمشهد الغناء كان لجست نسيسير، لا استفاض بالمغنى مشان نحس انه مطرب هيدا ما كانت لبقت له، ولا كوميك لنحس انه اقل من ما هو لازم. عرف دوزنا لعبة صح محمود هالإيفال، يعني زكي طلع.